المحفظة السياحية في صندوق استثمار أموال الضمان هي مقسمة إلى جزئين. الجزء الأول محفظة مملوكة بالكامل تدار من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية، وهي المحفظة مش مدرجة في بورصة عمان، يعني مش شركات مساهمة عامة، تدار من قبل الشركة الوطنية اللي هي شركة محدودة المسؤولية، تدار وتشرف عليها. طبعا هي تدار من قبل شركات عالمية بس الإشراف عليها بتم من قبل الشركة الوطنية. في جزء ثاني من المحفظة السياحية وهي نسبة مساهمة الضمان في مجموعة من الشركات اللي تمتلك فنادق المدرجة في بورصة عمان، وهي الفنادق زي ما انت وضحت في المقدمة هي 8 شركات بس الضمان مش مساهم فيها كلها، يعني الضمان تقريبا مساهم بأربع خمس شركات منها فقط.